أول فحص طبي لأحمد الشيخ لتحديد موعد عودته للمباريات. أحمد الشيخ خضع لفحص طبي النهاردة عشان الناس تعرف بقى إمتى هيرجع إن شاء الله أحمد الشيخ للمباريات، ولا سارتي يبدأ دراسة سيمبا التنزاني قبل مواجهته يوم السبت المقبل. والإجهاد يضرب رمضان صبحي وياسر ابراهيم زي ما قلت لحضراتكم امبارح، على الاقل اسبوع 10 ايام، من 10 ايام لاسبوعين دي وقت غياب ياسر ابراهيم ورمضان صبحي اللي اشتكى ايضا من اجهاد في العضله الاماميه، وياسر ابراهيم اجهاد في العضله الضمه. الحمد لله لم ترتقي الى مستوى الاصابه، ولكن زي ما حضراتكم عارفين الحاجات دي بتبقى بدايات لاصابات، فالناس ريحت واتقال ان لازم يريحوا خلال الفتره اللي جايه علشان بعد كده عندنا مباريات اهم واهم واهم.